حكم عن التحدي. أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب اختراقها. لا تتحدى إنسانا ليس لديه ما يخسره. الجهد المتواصل وليس الذكاء أو القوة هو مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة. التحدي لا ينتظر إطلاقا، والحياة لا تلتفت إلى الوراء. أسبوع واحد هو فاصل من الزمن. بعد تسلق تلة كبيرة بجد، يجد المرء أن هناك العديد من التلال الأخرى يجب صعودها. تتحارب العقول أيا كان مستواها، ولا تجد راحتها واستقرارها إلا في التحدي. نحن أمة كتب عليها التحدي، وأمة كهذه يجب أن لا تنام.